الآيات الآية فيها أدلة أوضح وأكثر من المخلوق وحده. لماذا؟ لأنها تتغير. نعم، بارك الله فيك، تمام. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، تمام. وذكر الأدلة على ماذا؟ انفراد بالربوبية. إذا لا بد أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبودية بالعبادة. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها. إخواننا، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تسمى الدعوة إيش؟ الإصلاحية. ما معنى الإصلاحية؟ يعني ليست دعوة إيش؟ إفساد. دعوة لإصلاح المجتمع، ليست دعوة تكفيرية، ليست دعوة جهادية كحدث ولا حرج، دعوة إصلاحية. ماذا؟ إصلاح المجتمع. ألصقوا بها من ألصقوا ما عليها. إذا الدعوة هي دعوة إصلاحية. طيب، هل معنى هذا أنك تعلمت أن تكفر مجتمعات وتكفر؟ لا، قال أنت الآن دورك الإصلاحي، الحكم على الأشخاص، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال مضل، كان هذا هو عملك. ليش عمل من؟ عمل من؟ عمل هيئة كبار العلماء، المحاكم الشرعية القضاء. أنت دورك الآن إصلاح المجتمع. كفر العلماء، إيش تصنع؟ تكفر، تقول هؤلاء العلماء هم اللي حكموا مو أنا، والله سبحانه وتعالى أمرني بإيش؟ اتباع العلماء، صحيح. أما أن تتجرع على التكفير والتبديع والتفسيق، هذا ليس عمل، مفهوم؟ ليس معنى هذا أن تكفر من كفر الله، لأن عندنا مشكلة أيضا. هناك من يقول اليوم من ينادق لا تكفر إبليس، هذه مشكلة أيضا، مفهوم؟ لا. إذا نحن عملنا اليوم أن نريد نبين للناس، نوضح للناس، هذا شرك أكبر، هذا ضلال، هذا فسق، هذا بدعة، مفهوم؟ أي نعم. طيب، قال أي عبادة تصرف لغير الله هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. إخوان طالب العلم، أنت طالب ألا تحدد شرك أكبر أو شرك أصغر؟ ما تقول شرك وتسكت، مفهوم؟ أي نعم، كفر أكبر، كفر أصغر، كبيرة صغيرة، لا بد تحدد الأحكام. قال ومع العبادة التي أمر الله بها أي عبادة تصنف لغير الله شرك أكبر. ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن من صرف أي عبادة لغير الله فهو مشرك كافر؟ نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غير عبد الله لا تشرك به شيئا، وعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا لا يدل الدليل غير هو يشرك بالله وقد حرم الله على الجنة. ها، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، بارك الله، تمام. إذا نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل نرجع فيه للعلماء. كفر العلماء، كفرنا، توقفوا، توقفوا وارتعوا. وكما يقول عندنا العرب، قل ضعها في راس عالم اطلع منها سالم، مفهوم؟ طالما في علماء خلاص. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، لان هذا يحتاج الى حكم قضاء وانتفاء الشبهه واقامه الحجه وما الى ذلك، والحمد لله كفونا المرء. قضاء الشرعيين عندنا وغيرنا، نحن علينا أخوان الآن نبين ونوضح للناس، مفهوم؟ تمام. قالوا ما العبادة التي أمر الله بها؟ مثل الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، أقول لهذا الأخ أعطني كاسة ماء، طلب. دعاء مسألة، دعاء طلب ينقسم إلى قسمين، فيما نقدر عليه أن الله صرف الغيب لا شرك، فيما نقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة، أن يكون الطلب من حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقاء
قادر لا عاجز، وتعتقد أنه سوء. أعيد مرة أخرى، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، دعاء مسألة. دعاء عبادة صرف لغير الله، شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء مسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك أكبر، مثل المرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولد ومن زال غيره لا يقدر عليه وهو حي فما بالك وهو ميت عليه الصلاة والسلام، شرك أكبر. فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، وحاضر لا من غائب، وقادم لا من عاجز، ونعتقد أنه سبب. مرة أخرى، يصح طلب دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: أن يكون طلب من حي خرج به لو كان ميت، وحاضر يكون غائب، مثلا هو هنا إلى الولي الذي في الهند، وقادر يكون عاجز مشلول مثلا، ويعتقد أنه سبب خرج به. أما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيد جبل منافع ودفع المضار. أعيد مرة ثالثة، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، دعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. مثل الدعاء الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه الشروط الأربعة. هذا غلط في البحر، وينادي هذا على الشاطئ يقول: يا فلان أغثني أغاثك الله. يصح نعم، حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم، يعتقد أنه سبب نعم، إذن يصح. أقول لهذا الأخ الآن مثل الشيخ قال لهذا: أعني في حمل هذه الطاولة، يصح هذا الطلب أو لا؟ نعم، حي نعم، ما له عين، حاضر نعم، الحمد لله موجود من عندنا، قادر قال نعم، يعتقد أنه سبب قال نعم، إما يحمل هذا ويحمل هذا، ما عندي إشكال، أو ممكن أنا أحمل واحد، يصح؟ يصح. هذا الأخ قال: أريد أن أقبل في الجامعة الإسلامية، جاء هذا الدكتور في الجامعة الإسلامية، قال: أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة، نعم، حي، نعم، حاضر، نعم، قادر، نعم، أعتقد أنه سبب، تمام؟ مفهوم؟ تمام. إذا أخذنا الدعاء والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة. عندنا بعض الناس هدانا الله إياهم يضع على البيوت، على السيارات، على الأولاد أشياء، منها رأس ثوب وسمك حوت ورأس ذئب أو حافر أو نعل قديمة أو إبارات السيارات أو بعض الخرق أو بعض الأشياء اللي تأخذ من البحر، وعين خرطة سوداء وكف خمسة وقميص يسموها، المهم أشياء كثير. هذا لماذا طبعا؟ إذا يعتقد أنها هي المؤثرة بذات هذا الشرك أكبر، وإذا يعتقد أنها سبب وهي ليست سبب فهذا الشرك أصغر. وهذا الذي قلنا الشرط الرابع، أن يعتقد أنه سبب خرج بهذا، ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيد جبل ما بعد الرمضاء هذا الشرك أكبر. إذا انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وشرك أكبر، وشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سببا. هذا الأخ عنده ألم في البطن، ذهب وأخذ شيء من النعناع وما بحار وشرب، يصح سبب حسي، أو سبب شرعي وضع عنده على بطنه وأخذ يقرأ الفاتحة، يصح نعم ركن شرعي، تمام. إذا اعتقد وجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب سببا، هذا صحيح. الثاني إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذلك هذا شرك أكبر، مثل يعتقد في رأس الثور وكذا وعين اكتئاب وغيره. وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا فهذا شرك أصغر. قلنا الحكم عندنا الآن على الفعل. الثاني يقول الخوف، عندنا خوف عبادة وتعظيم والسلم، صرف لغير الله شرك أكبر. وعندنا خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه عبد جائز، تخاف من اللصوص، من قطع الطريق، من النار، وخوف محرم وهو الخوف المؤدي الى القنوط من رحمه الله او طاعه المخلوق في معصيه الخالق. اعيد مره اخرى، الخوف ثلاثه اقسام: خوف عباده
وتعظيم تخاف من الله لأن تعبد الله، والخوف عبادة، وتعظيم لماذا تخاف من الله؟ تعظم الله تعظيم. والسر أكون وحدي أخاف من الله، صح؟ أي نعم، خصاف الغير لا شك. الثاني خوف طبيعي، أخاف من النصوص المقطعة الطريق فخرج منها خائفا يترقب، لا لا معنى لا، تمام. الثالث خوف محرم، هو الخوف المؤدي إلى قرب رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية القائل، هذا الخوف. ثلاثة أقسام عندنا: الذبح، ذبح لله، هذه أضاحي عقيقة صدقة، وعندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيما. ذبح لغير الله محبة وتعظيما الشرك أكبر كالذبح للجن لأصحاب القبور. وعندنا ذبح جائز، هذا يذبح حتى هذا يذبح للجزار يبيع اللحوم لا إشكال، تمام. النذر، عندنا نذر لله ونذر لغير الله شرك أكبر. طيب، أما بالنسبة للتوكل قال هو الصدق الاعتماد على الله، صادق اعتمادي على الله لا غير، واثق 100% أن الله منجز له هذا الأمر، آخذا بالأسباب المشروعة الممنوعة. مرة أخرى، التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. الخشية خوف لكن بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن عندنا خوف، وأعلى من الخوف خشية. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. مفهوم؟ الله عم نكتفي بهذا المقدار. غدا إن شاء الله تعالى أريد تحضر لنا شرح أركان الإيمان. شرح أركان الإيمان مهمة جدا مع شرح لا إله إلا الله، وغدا إن شاء الله نختم الأصول الثلاثة، لكن نريد منكم تحفظوا لنا المتن وتحفظوا لنا التعريفات الشرعية والتقسيمات. طيب، نعم. أوقف. في مرة العوام يقول السؤال ممنوع. بعدنا كتاب. السؤال ممنوع، أنا هنا أسأل لا أسأل. طيب، الحمد لله. اعتبر هذه الدورة دورة مغايرة للنظام. خلاص؟ نظام. لا. لا، أنا أريد، قلت لكم أنا لست، لا عندي علم ولا مفتي ولا غيره. احنا نريد نتعاون في هذه الأمور نتدارسها. فاصبر معنا إلى نهاية الكتاب يكون خير إن شاء الله تعالى. طيب، ماذا أخذنا بعد العشاء؟ نعم يا بسم الله. أكتب. نعم الشيخ. دعوة إصلاحية، ولا يوجد كلمة واحدة للإمام المجدد رحمه الله هو فيها مخالف للكتاب والسنة وقال الأئمة. نعم. أما هذا ما قال عنه وهابية وكذا سنتكلم إن شاء الله في كتاب التوحيد. نعم. 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 من ربك؟ الأصل الأول. فإذا قيل لك من ربك إيش تقول؟ ربي الله الذي رباني، يعني ايش؟ خلقني ورزقني، هذا ما يقوم به الظاهر وما يقوم به الباطن، أمد انزل الكتب وارسل الانبياء ورسل. والله اخوان هذا من نعم الله، ان الله سبحانه وتعالى انزل الانبياء ورسل، ارسل الانبياء ورسل عليهم الصلاه والسلام وانزل الكتب حتى نتربى، هذا من نعم الله، ولهذا لابد نتدبر القران. تمام. أنا واحد نفس واحد. نعم. الدعاء ينقسم قال إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال. أعطيك مثال الآن. هذا الأخ يطلب العلم يطلق اللحية قصر الثوب، هو حاله كأنه داعي الله يدخل الجنة، صح؟ هذا دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان المقال: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. مفهوم؟
تمام. إذا الدعاء عبادة ودعاء مسألة، الدعاء مسألة طلب، نقسم إلى قسمين بما لا يبدأ عن إلا الله صار من غير الأشياء أكبر، وفيما يقدر عليه أعرف هذا أصحابه كل جمع. نعم، وفيما يقدر عليه المخلوق، هذا عند الخلاف. تمام، غيره. نعم أنت. أخذنا على طول من قبل نعم. خوف عبادة وتعظيم والسر وصرف الغير إلى شركة أكبر، خوف طبيعي لا يلام عن العبد، وخوف محرم، خوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. طيب، نكتفي بهذا المقدار غدا إن شاء الله، لعل اللي ما أخذ نسخ يأخذ غدا إن شاء الله تعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، بعد المغرب إن شاء الله موعد الغد.